السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدي أعملكم مخبوزات بالكبدة، سندوشات كتير طيبة وعجينة اقتصادية ما فيها أي تكلفة. إن شاء الله وصفتي لهذا اليوم تعجبكم. خلينا نبلش بمقادير العجينة وبعدين نعمل الحشوة خطوة بخطوة، إن شاء الله بتعجبكم. وخلينا نبدأ بالمقادير. مقادير العجينة، حطيت 4 أكواب طحين منخولين ومعلقة خميرة كبيرة ومعلقتين حليب، معلقتين سكر، معلقة خل. البيضة جبت لكم اياها بس ما بدنا نحطها لانه انا متعودة دائما احط بالعجينة بيض، ما بدي احط المرة هاي. ونص كوب زيت، اي نوع زيت نباتي. حطيت الطحين وبدي احط الخميرة والحليب والسكر وذرة ملح وأحركهم، أخلطهم في بعض. طبعا ممكن إنك تعجنيها على إيدك. بدي أحط ذرة ملح وأحركهم، وبعدين أنزل عليهم النص كوب من الزيت النباتي. بحركهم مظبوط لحد ما الزيت يفوت بالطحين، بعدين بنبلش نحط المي الدافية اللي هي كوب وربع، بس بنحطها شوي شوي عشان نشوف قديش راح تاخد معنا مي. حطيت معلقة الخل، معلقة كبيرة خل. الخل بدل المحسن في اي اشي، في كيك، في معجنات، حلو انك تحطيه. بدي اعجنها. طبعا انا سرعت الصورة، بعجنها اول اشي على البطيء، بعدين بسرعها ل3 درجات لحد ما تتماسك معي وتصير كتلة واحدة، بتكون هيك العجينة جاهزة. بعد ما عجنتها مظبوط بدي احطها ببولة حطيت فيها نتفة زيت وحطيتها العجينة فيها، وبدي اغطيها لحد ما تخمر. بس تخمر ان شاء الله. طبعا البيضة زي ما حكيت لكم ما حطيتها لانها هي عجينة انا بدي اعملكم اياها اقتصادية ما فيها اي تكلفة ان شاء الله. وبدنا نبلش بمقادير الحشوة. مقادير الحشوة، فلفل حار وفلفل من الالوان. حطيت زيت زيتون وبدي احط عليها الفلفل الالوان، بخليه شوية يتسفح من نتفة، بعدين بحط الكبدة مقطعاها وغسلاها ومصفياها مظبوط. بعد ما شوية يتسفح الفلفل بدي احط عليه الكبدة. طبعا بنفع انك تعمليها بلحمة ناعمة، بصير ما في مشكلة. ممكن تعمليها بجاج، قطع جاج، اي حشوة ممكن انك تعملي فيها، بس انا حبيت اليوم اعملكم اياها بالكبدة، كتير طيبة طلعت وان شاء الله بتجربوها. حطيت الكبدة زي ما انتم شايفين وسفحتها مظبوط. بعد ما اسفحها واقلبها مظبوط مع بعض بحط ملح وفلفل اسود. عصرت ليمونة وحطيت، وبدي احط كمان معلقة خل. بضيع زنخة الكبدة وبعطيها طعم كتير روعة. وبعدين دقيت 3 أو 4 فصوص توم وحطيتهم بالآخر وخليتهم يتسفحوا مظبوط ويستويوا مع بعض، وبعدين طفيت عنهم. وهيك بتكون الحشوة لليوم لهذه الأكلة جاهزة. تخليها تبرد إن شاء الله والعجينة تخمر ونكمل. هيك بعد ما خمرت العجينة بدي أقطعها كرات على حسب المعجنات اللي بدي أسويها. ممكن تعمليها صغيرة، ممكن تعمليها كبيرة، هذا الشكل والحجم بيرجع إليك. زي ما انتم شايفين بدي أكورها وبدي أغطيها برضو، خليها تخمر لها قد أو ترتاح قد 10 دقايق ربع ساعة، وبنكمل إن شاء الله العمايل مع بعض قبل ما تبرد الحشوة ونبلش.
هيك بعد ما العجينة خمرت بدنا نبلش نعمل بالمعجنات. خلينا نبلش فيهم. زي ما انتو شايفين العجينة خمرت وكتير ملمسها حلو. بدي احطها وابلش فيها ان شاء الله. بدنا نبلش بتشكيل المعجنات. زي ما انتو شايفين بدي افردها، بفردها مدورة وبرقق من مكان اللي ما بدي الف فيه. بخلي المكان اللي بدي احشي فيه شوي خميل، بعدين بسكرها مظبوط عشان الحشوة ما توقع مني وهي بالفرن. وزي ما انتو شايفين هيك المنظر النهائي للمعجنات. في منظر تاني زي تقريبا خبز الحمام بيطلع معانا. من النص بحط الحشوة وبسكرها، بعدين بقلبها على الوجه التاني. ممكن اني نعمل نفردها برضو ونحط فيها الحشوة ونسكرها ونخليها مدورة ونشقحها بالسكينة، بتصير منظر كشكل وردة. برضو طبعا دايما انا بحكي لكم الاشكال بترجع لكم شو بدكم تعملوا. المهم العجينة تكون منيحة والحشوة تكون برضو كويسة وزاكية، فبتطلع اي شكل معاكي ان شاء الله بكون كويس. بدي اخلص كل الكمية ان شاء الله وارجع لكم. بدي احطها بالفرن. قبل ما احطها بالفرن طبعا راح ادهنها، ادهن وجهها، بس بدنا نخليها تخمر اول بعدين بندهن الوجه. بنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 180 او 200 بكون افضل، قبل تقريبا بعشر دقايق من ما نحط المعجنات. طبعا هاي الشغلة لازم نعملها للمعجنات او للحلويات، لازم نسخن الفرن قبل بوقت. خلينا ندهن الوجه. جبت صفار بيضة، قمت البياض وخليت بس الصفار مع معلقة خل، حركتهم مظبوط ودهنتهم على الوجه. وبعد ما ادهن البيض بدي احط سمسم على وجه المعجنات. اذا بتحب تحطي حبة سمرة برضو بصير. دهنتهم وطبعا انا مسخنة الفرن قبل بوقت، بدي احطهم بالفرن ان شاء الله افرجيكم اياهم بس يجهزوا باذن الله. وهيك المعجنات سندوتشات الكبدة صارت جاهزة. زي ما انتو شايفين طرية وهشة، كتير كتير ريحتها حلوة وطعمها كتير طلع زاكي. ان شاء الله الوصفة بتعجبكم، جربوها ما بتندموا، ويعطيكم الف عافية.